بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الزفلم، كنت قد تعودت بتصريحاتي في مجالس العلنية للمجلس الشعبي الولائي، وهذا اليوم على غير العادة نتوجه بهذا التصريح في هذا الفيديو لأن الأمر طارئ ومستعجل للحديث عن أمور خطيرة راهي تصرف في ولاية تيزي وزو، والمتسبب هم أشخاص ومسؤولين ونواب محليين ووطنيين. وفي وقت سابق صرح بعض مسؤولي الولاية عبر الوسائل السمعية والبصرية بأن ولاية تيزي وزو هي الأولى وطنيا في طي ملف الإدماج المتعلق بعقود ما قبل التشغيل، وكذلك إدماج الأساتذة المتعاقدين في مديرية التربية. لكننا اليوم نوجه هذه الرسالة للسيد رئيس الجمهورية اللي كنت بعث له مراسلة بتاريخ 5 نوفمبر 2023، وين بعثت أيضا نسخ لكل من وزيري التربية الوطنية والعمل والتضامن الاجتماعي واللي مضمونها كالتالي: سيدي الرئيس، كنتم قد صرحتم أنه لا جزائر بدون تيزي وزو ولا تيزي وزو بدون الجزائر، ولكن في ولايتنا لا تطبق القوانين والمراسيم التنفيذية كما تطبق في الولايات الأخرى، ودوما تنعت تيزي وزو بالمنطقة الحساسة مما يساعد مستخدمي الأموال الفاسدة في التغلغل في أعمالهم الدنيئة. سيدي الرئيس، وفيكم بنقطة مهمة أن ملف الإدماج في ولاية تيزي وزو لم يغلق بعد وجود 4 حالات، وهنا نساء رفضنا قطعا التنازل على الشهادة لأنهن اشتغلنا لمدة أقصها 12 عام، وأن ملف الإدماج عرف تلاعبات كثيرة ولم يكن بطريقة ديمقراطية وعادلة، خاصة في قطاع التربية لوجود مافيا خطيرة في مصلحة المستخدمين. أي نطلب منكم سيدي الرئيس القيام بتحرية دقيقة في ذات المصلحة، لأنه تم تزوير العقود وإدماج الكثير من الأشخاص الذين لم يعملوا قط بعقود ما قبل التشغيل، وزورت التواريخ، بل تعدى الأمر إلى استعمال المال الفاسد لبيع مناصب العمل. وهناك قام بعض موظفي مديرية التربية لولاية تيزي وزو بإدماج أناس على حساب من كانوا يعملون بعقود آنذاك، وتستطيعون أن تتحققوا من هذا بواسطة الاطلاع على الطعون الكثيرة التي وضعت في مفتشية الوظيفة العمومية لولاية تيزي وزو. سيد الرئيس، لقد طلبتم من كل جزائري الحر التنديد والتصريح بكل ما هو مشكوك فيه من تواطؤ وتحويل آراء أو أموال، وها أنني أقوم بتصريحي هذا. فمنذ صدور المرسوم التنفيذي 19366 استعملت وسائل جد خبيثة لانتقاء من سيرسم، والذي شمل عمال ذوي العقود ما قبل التشغيل وكذا أشخاص آخرون لا علاقة لهم بهذه المناصب، ولكن دمجوا عن طريق تزوير عقود لكي يتسنى لهم المشاركة في هذه العملية. سيد الرئيس، أعلمكم أن العاملات الأربع بعقود ما قبل التشغيل عملنا من طرف الإدارة الإرهابية كما أسميها في ولاية تيزي وزو بالاضطهاد والتعسف والتهديد، حيث أنهن هددن من طرف مسؤول الولاية بدءا من مديرة التربية ثم مديرة التشغيل إلى الأمانة العامة للولاية، ولقد نادوهن بالمتمردات اللواتي ينتمين إلى القائمة السوداء، كما سبق أن أخبرهن أحد مسؤولي الولاية وأنهن فاقدات لكل حقوقهن إذ لم يتنازلن عن الشهادة. لقد أنكر كل من الأمين العام للولاية الذي ناب عن الوالي في اللجنة الولائية للطعن ومدير التشغيل، أنكر كلاهما تقديم ملف طعن هذه العاملات بعقود ما قبل التشغيل التي رفضنا التنازل في اللجنة الولائية للطعون، علما أن التنازل اختياري وليس إجباري، وهو متوقف على الموافقة الصريحة للمعني بالأمر. سيد الرئيس، وبصفتي عضوا في المجلس الشعبي الولائي لولاية تيزي وزو، رشحت من طرف هذه العاملات الأربع بعقود ما قبل التشغيل لإيصالكم استغاثتهن ومطالبتهم بحقهن في الإدماج كسائر زملائهن في الولاية بالمؤهل الدراسي الذي يمتلكهن، وأن الإدارة استعملت طرق التهديد والضغط حتى يتنازلن عن هذا الحق. لقد رفقتهن إلى المديريات المختلفة لتسوية الوضع، لكن المسؤولين رفضوا رفضا قاطعا للنظر وحسب في القضية، ولاحظت ممارسة لغة التهديد والوعيد لإقصائهن من عملية الإدماج، وأنهن سيفقدن كل حقوقهن في التحصيل على عمل دائم حتى ولو شاركنا في مختلف مسابقات التوظيف. إذ أن اللجنة الولائية رفضت بشدة تطبيق المرسوم رقم 19366 ومنه المادة 5، وكما أن هذه الأخيرة لا تعير أي اهتمام للرخصة الاستثنائية المحصل عليها من المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري تحت رقم 9904 المؤرخة في 27 أكتوبر 2020 والتي عملت بها كل ولايات الوطن.
سيدي الرئيس، أطلب من سيادتكم الموقرة التدخل السريع والعاجل لحل هذه القضية التي نعتبرها رأيا عاما وإنصافا لشبابنا، حتى لا يتوغلوا في شباك الهجرة الغير شرعية، لأنهم تلقوا كل أنواع العدوانية من في وطنهم الأم، وهم يتعرضون للإقصاء التعسفي من الإدماج، وهذا لرفض اللجنة ولائية تطبيق قوانين الدولة الجزائرية، وكما ترفض العمل بالرخصة الاستثنائية الصادرة من وزاراتكم والتي تنص على إدماج حامل الشهادة التعليمية في رتبة متصرف إداري أو من الشهادات المعادلة، كونهم كلفوا بمهامات إدارية كما هو المعمول به في باقي ولايات الوطن. وولاية زوزو هي الولاية الوحيدة التي وضعت عدة قيود على تطبيق المرسوم بحذافيره. سيد الرئيس، فضلا عن ذلك، أود أن أعلمكم عن المنصة الرقمية التي وضعت تحت تصرف طالبي العمل في مديرية التربية، أنها أقصت الذين هم في تعاقد منذ سنوات، تاركة المجال لأحد موظفي مديرية التربية لولايتنا مكلفة بمتابعة هذا الملف أن تتلاعب كما يحلو لها بالتواطؤ مع أشخاص من وزارة التربية الوطنية التي تحمي هذه الأخيرة. إن مديرية التربية لولاية زوزو تستعمل نفوذها حتى تقوم بالتلاعب بعقود التشغيل لصالح أصحابهم وعائلاتهم واستعمال أموال فاسدة لذلك. لذا نرجو منكم سيدي الرئيس إعادة النظر في هذه المنصة الرقمية التي أقصت أصحاب الأقدمية في المهنة وفضلت أصحاب أقدمية الشهادة، ونرجو أن تحققوا العدالة بتنحية وإبعاد هذه العصابة المجرمة التي تسيطر على كل أوضاع التشغيل في قطاع التربية في الولاية، وأن تفتحوا تحقيقا عميقا. تقبلوا منا سيد الرئيس فائق الاحترام والتقدير، راجية من الله عز وجل أن تنصروا هؤلاء المظلومين وأن تطبقوا العدالة لكي يأخذ كل ذي حق حقه. وهنا راني نقدر نوريكم التعهد والالتزام اللي عطاوه هاد لكل من تنازلوا على الشهادة، هذا التعهد والالتزام اللي نقراه لتحت المادة الثالثة هذه اللي تقول عدم المطالبة بمراجعة الوضعية الإدارية والمالية مستقبلا. اسمعنا، راهي تقصيلهم كل الحقوق. وهنا عندي في هذا الجريدة الرسمية الجمهورية الجزائرية عدد 76 في 13 ربيع الثاني عام 1441 موافقة ل 10 ديسمبر سنة 2019 المادة 5 واش تقول؟ يتم إدماج المستفيدين من الجهازين المذكورين في المادة الأولى على لدى الإدارة المعنية بالإدماج في رتبة أو منصب يوافق الشهادة أو تأهيل المستفيدين المعنيين عند تنصيبهم، وذلك بعد دراسة الملفات وفقا للشروط والكيفيات المنصوص عليها في التنظيم المعمول به في التوظيف عن طريق المسابقة على أساس الشهادة. وفي حالة عدم توفر الإدارة المعنية بالإدماج على الوثيقة ومنصب الشغل الذي يوافق شهادة أو كفاءة المستفيد المعني، يدمج هذا الأخير على مستوى هيئة أو إدارة عمومية أخرى. هنا عندنا ثالث من الوظيف من المديرية العامة الوظيفي العمومي، وتقول أنه يمكن استغلال المناصب المالية المحررة إثر عمليات التحويل أو الترقية في إدماج مستفيدين من جهازي المساعدة على الإدماج المهني والإدماج الاجتماعي للشباب حامل الشهادات، وذلك وفق الشروط والكيفية التنظيمية المعمول بها في هذا المجال طبقا للتعليم الوزارية المشتركة رقم 24 مؤرخة في 4 أكتوبر 2021 المتضمنة تعديل التعليم الوزارية المشتركة رقم 1 مؤرخة في 23 ديسمبر 2015 المحددة لكيفية تجسيد تدابير العملية الرامية إلى تعزيز التوازنات الداخلية للبلاد المشار إلى أعلاه. وفي نفس السياق يجدر تأكيد أنه عملا بأحكام البرقية رقم 2648 مؤرخة في 22 ديسمبر 2022، فإن استغلال المناصب المالية أصبحت شاغرة نهائيا نتيجة لعملية النقل وفاة الاستقالة العزل أو باستيفاء مؤقت الإحالة على الاستيداع، يكون بالدرجة الأولى لإدماج منتسبي جهازي المساعدة على الإدماج المهني والإدماج الاجتماعي لحامل الشهادات لكافة القطاعات بما في ذلك القطاعات الغير معنية بإجراء تجميد التوظيف، وذلك إلى غاية استكمال عملية إدماج الأعوان المعنيين. وحنا نلاحظوا باللي رفع التجميد على التوظيف الداخلي لعدة مصالح عدة مديريات، مع أنه الإدماج تاع موظفي عقود ما قبل التشغيل مازال ما طويناش الملف تاعو هنا في ولاية زوزو.
هنا عندنا عدة مراسلات تاع هذا النساء اللي حاملات الشهادات اللي يخدموا بعقود مع قبل التشرين، والما اللي رفضوا باش يدمجوهم وراهم يهدوا فيهم باش يتنازلوا إجباريا على الشهادات تاعهم. هنا عندي هنايا عندي رخص استثنائية اللي تحصلوا عليها هاد الأربع موظفات بعقود ما قبل التشغيل، عندهم رخص استثنائية بعثتهم المديرية العامة للوظيفة العمومية لإصلاح الإداري، بعثتهم للولاية باش يقوموا بدمجهم في قطاعات أخرى وبشهادة معادلة لذلك. وحنا رانا نشوفوا بيسك هاد العاملات هادوما عندهم كاين سيدي ليسونسي في ليستوار ولا في العرب ولا في لونجلي. وهنا عندي هنا جوني مراسلات، جوني عدة وثائق من ولايات أخرى، هنا كندي ولاية عامة وين نصيبوا نفس الحالات، دمجوهم في قطاعات أخرى في بلديات في قطاع رياضة وشبيبة ورياضة في قطاع مديرية التعمير، دمجوهم برتبة متصرف دمجوهم مستشار للشباب. هنايا نشاهدوا بلي تمجد في ولاية بجاية. في ولاية بجاية عندنا نفس الإدماج، هاد متحصل على شهادة ليسونس في الأدب العربي في رتبة متصرف إقليمي. عندي في ولاية قلم، عندي ولاية قلم أيضا دوميجو عدد كبير من هذا الحاملي شهادة ليسونس في رتبة متصرف أو مستشار شباب. عندي هنايا ولاية بجاية متصرف إقليمي، عندي هنايا رخص استثنائية قدمتها ولا بعثتها في مراسلة المديرية العامة للوظيفة العمومية هنا، وين بعثتها المدير ووزير الشباب والرياضة وين تعلموا على الرخص كيفية استخدام الرخص الاستثنائية. هنا عندي ولاية طارف كانت هذه مراسلة من المديرية العامة للوظيفة العمومية لمدير أو لوالي ولاية طارف في كيفية استخدام هذا الرخص الاستثنائية. عندنا أيضا مراسلة أخرى من وزير الأول المديرية العامة للوظيفة العمومية إلى ولي ولاية عامة. وعندي كذلك هنايا قوائم المعنيين بالإدماج من قطاعات التربية لقطاعات أخرى لولاية باتنة، وين تحولوا من قطاع التربية إلى قطاع الشبيبة والرياضة برتبة متصرف. ولاية بومرداس كذلك عندها الحصة تاعها هي تانيت ليسونس في التاريخ دمجوه متصرف، ما قالولوش تنازل على 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 الشهادة ديالك. عندنا هنايا ولاية أم البواقي أيضا جميع متحصلين على ليسونس في اللغات بعتوهم أو دمجوهم في رتبة متصرف. عندي كذلك ولاية باتنة، وعندي هنايا في ولاية توغورت أدمج في هنا إطار عملت اللجنة الولائية المكلفة بمتابعة إدماج مستفيدين من جهازي المساعدة للإدماج المهني والإدماج الاجتماعي لحاملي شهادات ودراسة الطعون المحتملة للمستفيدين المعنيين والبث فيها. تم توجيه 48 مستفيد من جهازي المساعدة للإدماج المهني والإدماج الاجتماعي لحاملي الشهادات خلال اجتماع اللجنة المنعقد بتاريخ 8 ديسمبر. يتمهنايا لجنة ولائية الطعون درست 48 ملف، وحنا في ولاية تيزي وزو أربع حالات ما قدرناش ندرسوهم ولا ما قدرناش نوجهوهم. عندنا كذلك ولاية المسيلة استعمال رخص توجور الرخص الاستثنائية. هنايا عندي
لاجتماع انعقد بتاريخ 16 نوفمبر هذا المنفرد اللي فات، السمانه اللي فاتت، قاموا في ولايه برج بوعريريج بادماج 71 عامل بعقود ما قبل التشغيل. هادوما كاع اللي حاملين شهاده ليسونس دمجوهم في قطاعات اخرى غير قطاع التربيه برتبه متصرف او رتبه مستشار توجيه تربوي منشط جامعي. عندك هنا عندي مستشار توجيه في تربوي، عندنا كذلك ولايه خنشله اللي عقدت الجلسه تاعها ولا عقدت الاجتماع تاعها في جلسه 14 نوفمبر 2023، يعني السمانه اللي فاتت كيف وقامت بادماج شحال من عندنا، قامت بادماج 71 عقد ما قبل التشغيل في مختلف الرتبات. عندنا تخصص بيولوجيا، عندنا تخصصات اللغه الانجليزيه اللغه العربيه والتاريخ، عطولهم رتب متصرف مستشار ثقافي مرشده دينيه. وهنايا نطرحوا السؤال، شكون هم المستفيدين من هذا السابوتاج في ولايه تيزي وزو؟ وفيما يخص الأساتذة المتعاقدين، كنت صرحت في جلسة علنية بتاريخ 26 جوان 2023 عن كيفية إدماج هؤلاء بطرق خارقة للعادة كاستعمال الرشوة وتزوير العقود، وطلبت بفتح تحقيق مكثف ومعمق. وعند طلب الوزير لفتح منصة خاصة بتسجيل طالبي العمل في التدريس، استعملت كذلك طرق غير قانونية لمنح عقود التدريس والمراوغة في رتب التسجيل، وهذا بمنح الأولوية لأقارب المسؤولين من بينهم نواب المجالس الشعبية ذوات النفوذ وأصحاب شكارة. وعلى سبيل المثال في جلسة عمل صرح لنا رئيس لجنة أنه قام بتهديد مدير التربية باش يرجع بنت خالته اللي كانت في صدارة القائمة، وحطوا مكانها وحدة أخرى توسط لها نوتريليو دابيوي عضو آخر في المجلس الشعبي الولائي، من هذا المدير خاف من الفضيحة وزاد عطلها عقد آخر في مؤسسة أخرى. ومن هنا نتأكدوا بلي هذا المنصة يقدروا يلعبوا بها كما يحبوا في مدير التربية لولايتنا. ولذا أطلب من وزير التربية الوطنية الإعادة في النظر في هذه المنصة التي يجب أن تغلق نهائيا وأن لا يستطيع الدخول إليها أيا كان، لأن هنا اللي يصراو التغيرات عندما يحبوا ينحوا واحد ولا يزيدوا واحد. وكذلك هناك شرط من شروط القبول وهو مهم جدا، ألا هو شرط الأقدمية في التدريس اللي نعتبروه أهم من أقدمية الشهادة، لأننا ما نقدروش نمدوا تلاميذ لشخص عنده 20 سنة ما خدمش ونخليه اللي عنده 7 سنين وهو يقرر. Je termine par ce message à monsieur le PAPWI qui a promis lors de la session du 26 juin 2023 de rassembler les responsables concernés pour une réunion de travail avec la commission d'emploi. Malheureusement, il n'a pas tenu en ses promesses. D'ailleurs, même monsieur Loueli s'est engagé à assister à cette réunion s'il sera invité. Monsieur le PAPWI, l'annulation de cette réunion est une fuite en avant, car il y a une liste composée des personnes intégrées sans avoir exercé dans le cadre du préemploi et avec des faux contrats que je promets de dénoncer aux citoyens à l'occasion de la prochaine session. Et ça va vous faire mal en découvrant certains noms. نشكركم على حسن الاستماع، ونتمنى أن نكون أعطيت إثباتات كافية لحماية هذه الفئة من الشباب. وشكرا، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.